عيد الهالوين لم يعد احتفالا منوطا فقط بالدول الغربيه لكنه امتد الى العالم العربي حتى الى دول الخليج التي لم تعد تعتبره ظاهره ضد الدين والقيم العربيه والاسلاميه بل اصبح مرحبا به وتقام الاحتفالات بالهالوين تحت رعايه الهيئات الحكوميه في ظل الاحتفالات بعيد الهالوين في دول الخليج ظهر صوت نائب رئيس شرطه دبي ضاحي خلفان ظهر بسلسله تغريدات على تويتر يصف فيها الاحتفالات بالشيطانيه وقال ان السماح للمسلمين باحتفالات الهالوين هو كارثه اخلاقيه تضرب في صميم قيمنا العربيه والاسلاميه وايضا قال بالتحديد هذا ما قاله في ظل هذه الهجمة الشرسة على القيم والأخلاق الرصينة علينا أن نشكل جدارا منيعا عصيا على المخربين اختراقه قائم على إعلاء أوامر الله بالمعروف ونواهيه عن المنكر وأي تخاذل في عزيمتنا سيكون سببا لدمار قيمنا السعودية مشاهدين على سبيل المثال للحصر كانت محطة انظار العالم هذا العام بسبب احتفالاتها الكبيره بالهالوين او نهايه اسبوع الهلع او الرعب كما اطلق عليها الاحتفال جاء ضمن فعاليات موسم الرياض التابع لهيئه الترفيه حيث نشر سعوديون صورا وفيديوهات لاول مره وهم يرتدون ازياء مخيفه في بوليفارد الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي ما اثار جدلا كبيرا حول تحول البلد المحافظ الى مكان يشبه يشبه الغرب طبعا وفي الوقت الذي يبدو فيه الحدث جديدا على السعوديه فهو معروف في الامارات حيث مشاهدينا مثلا في هذه الصوره تقام الدعوات والعروض في المطاعم والفنادق من خلال الاعلانات عن الفعاليات التي تحدث خلال فتره الحالوينه مدينة إكسبو دبي وهي مكان للفنون والمعارض الكبيرة التي تضمنتها تضمها المدينة أعلنت أنها تحتضن الهالوين ونشرت هذا الفيديو وقالت هل أنتم مستعدون للاحتفال انضموا إلينا لمشاهدة عرض الهالوين في ساحة الوصل ارتدوا زيكم المفضل وقوموا بذكر صديق يجب أن ينضم الينا بعض المغردين يتساءلوا عن السبب وراء انتقادات خلفان هذا العام تحديدا بما بينما تقيم الامارات احتفالات الهالوين سنويا، مثلا هنا ابراهيم سنان يقول: ضاحي خلفان زعلان على الدين والقيم وينتقد المملكه السعوديه لسبب احتفالاتها بالهالوين ويشتي يوقع مطوع يؤمر بالمنكر وينهي عن المعروف عشان يرجع السعوديه الى الوراء او يرجع السعوديه الى الوراء لان الامارات تضررت من تقدم السعوديه واقتصادها. تضرر اما هنا تدوينه لنبيل يقول فيها السالفه ما هي سالفه هالوين السالفه انه ما عاد في حد يروح دبي عشان كذا بدات تبان ملامح العجز المالي وطلع خلفان يحدثنا عن القيم العربيه والاسلاميه وهم بعدين بعيدين كل البعد عنها اما هنا السليماني لان السعوديه تعتبر واجهه العالم الاسلامي فيها هبط الوحي ومنها خرجت الدعوه الى اقطار العالم وتعتبر القدوه لجميع مسلمي العالم لذلك اي شيء ينافي الشرع والدين يحدث فيها يعتبر شيئا كبيرا اما هنا نواق عبد العزيز تقول يرضيك هالوين الرياض او لا يرضيك هذا يبقى شان سعودي داخلي نتفاهم عليه بيننا اما الحملات باسم انكار المنكر التي تاتينا من الخارج لا يقبل بها ابدا او لا يقبل بها احد ابدا شكرا لمشاهدتك ترندنج سنسعد باشتراكك بالقناه ومشاركتك لقصصنا واعجابك بها وتعليقك عليها